من المسألة ينتظر كل دليل أن يكون هو السابق للقول الصغير وأن يكون إلى نتائج حتمية بأنه ليس متوافرا في حق المتهم وأنه مستحقا لأقصى عقوبة نص عليها القانون وذلك بشواهد أثرتها النيابة العامة الناس أن التخطيط المختل الذي وضعه المتهم بدءا من دراسته لمحيط الواقع دراسة جيدة ثم اختياره للأسلحة التي تعجج بها وتقيره بحظة قدوم المجنية عليها من عملها موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من مرورها بذات الزمان والمكان بعد تلك الدراسة الجيدة فضلا عن معرفته بالموضع الذي سيفتك بها فيه هو تخطيط محكم لا يتعتى من غير عقلي ولا يوضع بمحض الخطة ولا يكون وليد اللحظة ولا يبدأ في ذلك أن المتهم ارتكب جريمته ولم يحاول انكارها فمرد ذلك أنه رجح قتلها شفاء لغريزته عن التفكير في سلامته أو إلقاء القبض عليه ومحاكمته ونحن على يقين بأن المتهم لم يفكر في لحظة ما بعد قتله المبني عليها لأن قتلها بالنسبة له كان هو النهاية التي يسعى إليها ولا يكترث بما بعدها كذلك فإن النيابة العامة خلال تحقيقاتها ومما رأت من المتهم أثناء وصولي أمام عدالتكم في هذه الساحة المقدسة فالنيابة لن تنقض عليه خلال مناقشته أو استجوابه في التحقيق الابتدائي أو أمام عدالتكم أي أمارات أو إشارات تلمح إلى وجود اضطرابات في إجاباته على الأسئلة أو اختلال السياق المتصل المرتب في حديثه فلقد اعترف المتهم بجرمه كاملا أمام عدالتكم من غير ندم أو تأسف مما ينفي معه إصابته بأية آفة عقلية أو نفسية تسلب الإرادة والإدراك فضلاً عن تقرير الصفة التشريحية بعد عرض مستشفى الصحة النفسية بعد عرض المتهم عليها قد جاء معيداً لما سبق سرده من أمارات ودلائل وتشير إلى أن من ارتكب مثل هذا الفعل وبهذا التخطيط المحكم لا يكون إلا عاقلاً مدركاً لجميع أفعاله مسؤولاً عن كل تصرفاته فقد أثبت التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي وقت قتله أو حتى وقت ارتكابه لفعله مما يجعله مسؤولاً عن الاتهام المسند إليه سيد الرئيس إن كل ما تقدم هو غيظ من فيض يثبت بيقين سلامة قوى المتهم العقلية والنفسية بما يجعله مسؤولاً عن الجريمة التي اقترفها بعلم وإرادة سليمتين وعلى ذلك فإن النيابة العامة تتفهم موقف دفاع المتهم الحالي في هذه الدعوة وكذا تتفهم أن أداؤه لواجبه الطبيعي يفرض عليه أن يبحث للمتهم عن أي ظرف مخفف من العقاب وإنا نقول إن النيابة العامة ورجالها في هذه الدعوة وغيرها هم حراس المجتمع ووكلاءه وقسم شريف فلو كان للمتهم ظرفا واحدا مخففا ظهر في التحقيقات يؤثر في العقوبة المقررة عليه أو يخفف من نظر المجتمع إليه لكانت النيابة العامة أول من يترك للدفاع فرصة ومجالا للحديث فيه ولكن الحقيقة أن هذه القضية مغلقة بما فيها من أدلة يقينية وأن دفاع المتهم فيها معذور في رغبته وسعيه إلى هذا الظرف المخفف غير المتوقع أو البحث عن أي وجه للدفاع انطلاقا من أدائه الواجبي ولذلك فإن النيابة العامة تطالب من واقع شرف المهنة التي يمارسها أن يعفي نفسه من الدخول في مهاترات تبدر الوقت وتفتح عليها مرافعات تؤجر الردع العام في هذه القضية وتدعوه إن كان لديه وقائع ثابتة في قضيتها أن يقدمها وليقيم دليله وحجته عليها ولقد أراد الله سبحانه وتعالى أن لا تهدر دماء تلك هذه البريئة وكل ما توافر في هذه الدعوة من أدلة لم يثبت أي دعوة أخرى أن تتوافر فيها على هذا النحو والتي أكدت جميعها أن هذا الجاني لم يكن في حالة غضب مستغرب ولم تصبه آفة عقلية أو نفسية تسلبه الإدراك والإرادة ولم يكن حتى تحت تأثير مخدر يحدث ذات النتيجة السيد الرئيس الهيئة المرافعة أما وقد وصلنا إلى نهاية المرافعة فإن لنا حديثين ومقالين حديث الأول هو للمتهم فحديثي في حقيقته هي رسالة واضحة له وبيان لحقيقة ما كان يغمر في نفسه ويمتلئ به قلبه إن الحقيقة الواضحة التي لبث فيها
هي أن المتهم لم يكن لشقيقته أي معنى من معاني الأخوة والتي تقوم على الحب والتراحم، فإن كافة المشاعر التي انتابته هي حب التملك وشهوة الأنانية المفرطة والاستحواذ والتسلط. لقد ظن المتهم أنه يملك شقيقته المجنية عليها، له حق الوصاية عليها، بل راح يقوم سلوكها دون النظر لحاله، وهو الغارق في غياهب الفشل والضلال والظلمات. فلما صدته شقيقته وكان والدهما سدا وحائلا منيعا رافضا فكرة قيام المتهم بجر شقيقته معه إلى هذا المستنقع العفن الذي يعيش فيه من الضياع والأوهام، فما كان من هذا الشقيق إلا أن أضمر في قلبه لشقيقته من الغل والحقد والكراهية ما يكفي لحمله على ارتكاب هذه الجريمة النكراء. لقد كان المتهم غارقا في غرام نفسه، متلذذا بما يرضيها، رافضا لما يجرحها أو يؤذيها، منغمسا في كراهية وغيرة وانتقام وعواطف شريرة تنبر من الأنانية. ومع مرور الوقت حرقت نفسها فاقترفت هذه الجريمة غير عابئة بما قد يلحق بها من ملاحقة أو قصاص، وها هي اليوم تمثل أمام عدالته وبأدلة لا تدع مجالا للشك في استحقاقها من أقصى عقوبة وهي الإعدام. فهذا سيد الرئيس كان حديثنا إلى المتهم، وهذه كانت هي حقيقة نفسه. أما حديثنا الثاني فهو إلى المجتمع، فمبدأه أن الحقيقة المؤلمة التي لا براء فيها أن هذه الجريمة هي ناقوس خطر يهدد الأمن الاجتماعي للإنسانية بأسرها، وينذر المجتمع بضرورة إعادة النظر والاهتمام بالأخلاقيات التي ورثناها جميعا من الشرائع السماوية، تلك الأخلاقيات التي قوامها تحصين الأسرة من خطورة التفكك وانفراط عقدها المكين. فحينما يصاب كيان الأسرة بأي ضعف فإنه ينعكس على أدائها لمهمتها الأساسية في تربية الأبناء، وهنا مكمن الخطورة. إن حصول المشكلات الدائمة بين الوالدين ووقوع الطلاق والانفصال بينهما يترك أثرا سلبيا في نفوس الأبناء، يحرمهم من التمتع بطفولة هادئة وحياة سعيدة، ويفقدهم كثيرا مما يحتاجونه لبناء شخصيتهم ومستقبلهم. وحينما يصبح التفكك ظاهرة منتشرة فهذا يعني وجود خطر دائم على مستقبل الجيل الناشئ من أبناء الوطن. فقد عمت البلوى وتفككت الأسر في ظل هذا التواصل الاجتماعي الافتراضي الجديد الذي فتح بابا طمع الشيطان في أولادنا حتى أصبحوا صيدا سهلا لمكائده وندواته، فعظم لهم الأمور واستحسد عليهم فغابت الأخلاق وعم البلاء. وإنا وبمناسبة هذه الدعوة نهيب بالكافة العودة إلى الأخلاق التي ورثها المجتمع من هدي الأنبياء، فيجب علينا جميعا أن نحافظ على ترابط أسرنا وعائلاتنا، يجب أن نحصن أبنائنا وفتياتنا تحصينا عظيما دوروا التراحم والترابط والمحبة والاحترام المتبادل بين أفراده. فيا أيها الناس حافظوا في هذا الزمان على فتيانكم وفتياتكم، عودوا لمبادئ أخلاقكم، لا تنساقوا وراء هذا القبائل المستحدث، صاحبوا أبناءكم وإخوانكم وأخواتكم بدلا من أن تصاحبوا هواتفكم وحواسبكم الآلية، صاحبوهم، حافظوا عليهم، لا تتركوهم نهبا للشيطان فيطير نيًا عليهم. السيد الرئيس الهيئة الموقرة لم يعد يتبقى في حديث النيابة العامة إلا مطلب أخير، فيا قضاة الحق والعدل إذا ما ثبت لديكم كما ثبت في يقين النيابة العامة تماما كل ما في هذه الدعوة من وقائع وأدلة، فإنا نلتمس من عدالتكم حكما رادعا، حكما نرمي به إلى ما هو أبعد من القصاص، حكما نرمي به إلى ضبط المجتمع وكونه من هذا الطوفان الكريم وهذا الخطر المتحدث. ندعوكم أن يطمئن وجدانكم إلى أن حكمكم في هذه الدعوة هو بناء في المجتمع، بناء قوامه أن هذا الجاني مستحق لقصاص عادل بحكم الدين والقانون وكل الآراء. والحق أخيرا نقول إن كان أحد يستحق ظرفا مخففا في هذه الدعوة سيد الرئيس فإنه هذا المجتمع، هذا المجتمع هو الأولى بهذا الظرف المخفف من المتهم. فيا سادة إن الظرف المخفف الوحيد في هذه القضية أن يقتل هذا الجاني في أسرع وقت لترد ثقة المجتمع إليه ولتطمئن النفوس.
ولينضبط سلوكهم وتمنع مثل هذه الوقائع من أن تقع مرة أخرى. ونحن وباعتبارنا ممثلين عن هذا المجتمع نطالبكم بالتخفيف عن المجتمع، نطالبكم بالمثارة بالقضاء بأشد عقوبة على هذا المجتمع، وهي الإعدام شنقاً جزاء وفاقاً لما اقترفته يداه. وليعلم الكافة إن كذلك نفعل بالظالمين، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حفظكم الله وحفظ الله الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله. أخذت عيني فرحة عمر زي ما هو بيقول. حياته اللي كان بيحاول يعملها راح عائلته كلها ضيعت. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا من غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض المسرفون. وتلك استكمال الآيات التي استكملت بها النيابة العامة ورفعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سيد الرئيس إيجاز الملك المخل جاي مدن عليها، لكن عليها هي كده احنا مش انا حريص على ان لا اكرر كل المسافات اللي هي عامه التي احييها على هذه المرافعه القانونيه الانسانيه المجتمعيه واستكمالا لها وليس تكرارا لما فيها. ايه اللي هي الكبرى؟ في الصباح بتاعنا بعد الظهر بتدرس عشان تحول بعد كانت المتوسط بعد العالي تحصل على الليل تاخد النار وتروح بيها كمان تسافر بيها لوحدها تقعد قدام باب المستشفى من الفجر عشان خاطر تلحق دور عشان خاطر امها تحصل على دراسه كمان. اين الاخ يا محمد انزل معانا لابد من المستشفى. هذه هي الشخصيه التي نحن امامها اليوم واستكمالا لها ما سرته النيابه العامه من وظائف وصلوا على هذا الامر حتى وقفت الام المنيه توقف الى رحمه الله. وعندما كان قبل الانتقال الابن والابنه للعيش كانت ابيهم تركها المتهم وحيده تسكن في مسكن مفروش وسافر واشتغل في مصر أمريكا. بعد كده رجع تاني رجع عشان يحصل على ورث امه وقعد مع ابوه مع اخته. اخته جالها عريس رجل محترم كان ضابط احتياط في الجيش وقتها طبيب بيطري وضع كويس الناس كلها حباه ليه شأن في المكتب. ازاي يجي ويكون احسن مني؟ بدأ الشقاق من هنا. بدأ الشقاق والباعث الاول على ارتكاب الجريمه. تركها بعد ما حصل على ارث من ام وسافر للعيش بره ثانيه ويشتغل في نفس المصنع. وقال امام النيابه العامه. بس مش هتقدر الا اسمعك. اتفضل. اذا كان في الصدر ولا الدفاع لان احنا عندنا ردود كتير. اتفضل. تركها وذهب للعيش مرة أخرى في القاهرة تحت زعم رفضه لخطيب المجن عليها. مكث هناك وقال وكما قرر في النيابة العامة هي كانت قرفانة في عشت هنا وقابلت ناس هناك على كل في عشت هناك. أي بني آدم بيتعامل معاه بيعرف منه مش عايز يتعامل مع بني آدمين. عم اتعامل معاه بيه. سنتين البنت والأب والعائلة كاملة بيدوروا عليه بعد ما قفل كافه مواقع التواصل بتاعته وتليفوناته، ما عادش في تواصل بينه وبينهم، بيدوروا عليه. وصلت لهم المعلومه عن طريقه، قال لهم انا قاعد في شارع فيصل جنب جراج وجنب مدرسه. البنت بتعمل ايه؟ نزل الجريت على القاهره وخالد شارع الملك فيصل بطوله ده كله، رايحه جايه تدور على مدرسه جنبها جراج وتسال في الشوارع في هنا حد ساكن اسمه محمد امين؟ في هنا شباب ساكنين في شقه؟ في عنوان واحد. انت في الشارع يا محمد يا نبيل انت فين؟ وتدور عليه عشان يجي. مش بس كده معانا بس. اذا كانت المشكله عندك في خطيبي سبته فسخت الخطبه ست شهور فسخت الخطبه. وده البعثه اللي انت عايزه؟ لا مش ده البعثه يا سعاده الرئيس.
المتهم مهاجر اسكندريه بعد ما صرف فلوسه 50,000 جنيه ارث من والدته على المخدرات الحشيش والايس زي ما كان بيقول او الهيدرو قعد في اسكندريه على الشط شرب سيجارتين لطشت في مخه انا قاعد في السجن انا فلوسي خلصت هي فلوس 6 جنيه انا جت من مرسوم فعمل استثمار فلوس اللي في جيبه انا لما اجيب بيها سلاح واروح اضربها وهي لما تموت وهالكل ازاي كان بيدور عليه اقدر احصل على ارث جديد منها وعشان خاطر ما حدش يتقفى اثر السلاح اللي هو هيرتكب بيه الجريمه ويسيبه يهرب انا اجيبه عن طريق الانترنت مجرايم اللي فاتت كلها بيتم ضبط السلاح وبيتعرف موجود منين وبيجي له شاهد عليه وبيتمسك لا انا هجيبه عن طريق الانترنت اشتري من على الامازون واحد ب 300 جنيه سكينه كبيره والمطوه 900 جنيه وسكينه صغيره اشتراها من السوق في اسكندريه بلد بعيد جاب عندنا بورسعيد وقعد 3 ايام في اليوم الثالث وفي الميعاد ده 11/9/2023 الذكرى الثالثه لخطوبه المجني عليها خطبت يوم 11/9/20 عارف الميعاد مظبطه وفي رويه وفي حكمه وفي تخطيط خطط كل حاجه جاب ورفع وشاف ايه اللي بيحصل المكان بالليل عامل ازاي في ترشيد للكهرباء الاضاءه خافته بالليل وحط المرور هاديه جدا في المنطقه الشارع الرئيسي في مسجد المسجد قفل خلاص مفيش حد بيعدي الشوارع اللي قبليها فيها محلات بتبقى نور منور هناك لا انا مش هستنى هناك انا هستنى مكان الكشك المقفول اللي مقلوب اللي ممكن تسخف وراه ومحدش يشوفه وجاي متخفي حط لينك على دماغي عشان محدش يعرفه وديت متعلقاتي في مرافقه عشان بعد ما خلص الجريمه واروس بالفرار من المنطقه اللي قريبه من كل الملابس اهو وبعد مرض برجع بعد كمان يوم كام يوم واخد عزاها وورثها بعد شويه ليه؟ كان خلاص يوم 1/11 كان زواجها كان شقتها كامله متكامله حتى فوق تتحط في الدواليب كل حاجه خلصت واقفين على الفرح البنت اللي قعدت سنتين بتدور على اخوها ونفسها تسمع صوته ونفسها يكون في ظهرها وسندها وجنبها نفسها كان يكون جنبها في البيت في الدفاع حاولت انها تجيبه بأي طريقة ما ينفعش إجازة مش هطول معاك ندى عليه فريدة ايه ده اخويا جه اخويا فين اخويا ورايا تدرجتها كما وصفت النيابة العامة بدون مقابلة السيد الرئيس دفاع المتهم طلب 4 طلبات في القسم منهم ما بشأن سماع الشهود التي سمعتهم النيابة العامة واقوالهم واضحة وشهود ومنها وما يؤيدها من مستندات ومن ادله قوليه وفنيه وماديه سردت نيابه العمل. ولكن هناك طلب اخر. هو محاوله ايجاد باعث انا اسف غير اخلاقي توصف به المجني عليها. عشان ايجاد ظرف مخفف يختال به المجني عليها مره اخرى. قال تليفونها وعليه وحضرتك كان الكلام اتجمع عليه ادي تليفون المجني. لم يفتح من يوم الجريمه بعد ان سلمته النيابه العامه لزويها لم يفتح غير الان في قاعه المحكمه بما له وبما عليه من كل شيء فحصل التليفون وخدم عليه قال لي صاحبك ادي الشخص اللي عنده اضطراب وعنده اضطهاد قلوب هو مصور نفسه مع المجني عليها ومصور نفسه بقلبها كل الصور مصورين بقلوب مع بعض هو ده اللي قعدت المجني عليها اللي حصلته نيابه العامه. هو مصور نفسه مع الاب ومع الاخت. مع المجني عليها. هو مع اخته. هي دي كل الصور اللي موجوده عليها. صور كلمات وثيقه شبهات المتهم مع عائلته. ومن هذه الصوره على شركتها الكثير، عائله عندما يخرجون ما بيخرجوش اقل من 30 40 واحد مع بعض. خارجين في اي مكان مسافرين واخر صوره ليهم كان في مصيف في العجمي صور جميعها اهي اللي هي عديد المحكمه صور في العجمي وهم مع بعض كعائله كامله وفي صور اخرى ده اللي موجود ساعه الرئيس ده اللي موجود في التليفون ده اللي موجود في التليفون اللي المجني عليها اللي كانت مش عارفه ايه بس التليفون عليها ساعه الرئيس وانضم للنيابة العامة في طلباتها والتمس من عدالة المحكمة الحكم به.
تدفع قصة عن الناس مع